تفاصيل أكثر تنضم إلينا من الرباط مراسلة الغد فدوى المربطي. فدوى، إذا جولة من المحادثات، جولة جديدة يستضيفها المغرب، هل تأتي استكمالا لجولات بوزنيقة التي شهدناها سابقا؟ لما لم تحدد بعد آليات هذه الجولة؟ نعم بالفعل، هي استكمال حسب ما ورد من معلومات لجولات السابقة والتي كانت آخرها في شهر مارس المنصرم، والتي اتفق خلالها الطرفان جانب الوفد، وفد مجلس النواب ومجلس المجلس الأعلى للدولة، على اختيار على المعايير والآليات التي سيتم على أساسها اعتماد أو اختيار شغلي المناصب السيادية السبعة. وتم خلالها تشكيل لجان لتلقي الترشيحات. هذه اللجان التي قامت بدورها وتلقت اللجان وقامت بعمل فرز أولي، لكن الحسم النهائي في هذه المناصب السيادية على أساس توزيع جغرافي المناطق الثلاث، البرقة، الفزان وطرابلس، لم يحسم بعد. ويتوقع أن تكون يعني يكون هذا اللقاء الذي يعقد في المغرب بين عقيلة صالح وخالد المشري هو فرصة سانحة للطرفين من أجل التفاهم بشكل نهائي والحسم في هذه النقطة، الحسم في الأسماء التي ستشغل هذه المناصب السيادية. اليوم الأول من الزيارة الذي كان يوم أمس كانت فقط لقاءات جانبية بين كل من عقيلة صالح مع رئيس مجلس النواب المغربي، وأيضا خالد المشري مع رئيس مجلس المستشارين، ولم ترد أنباء إن كان الطرفان قد جلسا بشكل مباشر ليلة أمس. نعم. من أجل الخوض في هذه النقطة، وهي الآلية التي لم تتضح إلى حدود الساعة، هل اجتماع اليوم سيكون رأسا لرأس بين كل من خالد المشري وعقيلة صالح، أو سيكون بحضور وفدين ممثلين عن كل المجلسين؟ هذه المعلومات غير مؤكدة وغير واردة إلى حدود هذه الساعة، لكن الأكيد أن هناك رغبة من الجانب المغربي على إدابة الجليد بهذه النقطة النهائية الخلافية وإنهاء هذا النقاش بشكل نهائي حول المناصب السيادية. نعم. هذا ما كنت توقعات على يعني لو تطلعينا فدوى عن موقف المغرب والدور المغربي يعني في الدفع بجهود تسوية أمام الحوار الليبي. نعم، موقف المغرب ابتدأ منذ يعني شهر سبتمبر المنصرم وقبلها في اتفاق الصخيرات. المغرب يسعى اليوم إلى تقريب وجهات النظر وبين الطرفين وتوفير كل الظروف الإيجابية ولعب دور ما يسميه المغرب بدور الحياد الإيجابي. والمغرب دائما يقول على أنه يريد أن تكون هناك حلول ليبية، وأن يسعى الليبيون وحدهم فقط لإيجاد حلول لأزماتهم. هو فقط يقول المغرب أنه يوفر كل الظروف الإيجابية والإمكانيات المتاحة، وذلك بتعليمات من العاهل المغربي، حتى يتجاوز الفرقاء الليبيون أي خلافات من شأنها التأثير على ليبيا وعلى الشعب الليبي. المغرب أيضا يقول دائما أنه الحلول كما قلت يريدها ليبيا، ولا يريد أن تكون حلولا حول ليبيا، في إشارة إلى المؤتمرات الدولية التي تعقد، وإن كانت قد أحرزت تقدما ملموسا، لكنه يسعى دائما إلى أن يتواجد الطرفان هنا في المغرب في أرضية يعتبرها المراقبون أرضية محايدة لا يتم فيها التأثير على طرف دون طرف آخر، ويسمح خلالها للطرفان بالوصول إلى نتائج، وهو ما كان سابقا، حيث توصل الطرفان إلى آليات اختيار شغلي المناصب السيادية، وهي النقطة التي ظلت خلافية لسنوات منذ مؤتمر الصخيرات ل 2015. فدوى المربطي مراسلة الغد، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.